أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين. نستكمل اليوم محاضراتنا في مساق اللي هو تدقيق حسابات أو مراجعة حسابات واحد. وصلنا لعند الفصل السابع اللي هو نظام الرقابة الداخلي، نظام الرقابة الداخلي Internal Control System. نظام الرقابة الداخلية، كل شركة أو كل مؤسسة تجارية أو كل مؤسسة حكومية أو كل مؤسسة أهلية لازم حسب القوانين وحسب الأنظمة يكون عندها نظام خاص بالرقابة الداخلية، بضبط وبنظم وبتابع وبقيم العمليات اللي بتجرى في داخل المؤسسة أو داخل الشركة. معيار التدقيق الدولي رقم 315 اللي هو خاص بالرقابة الداخلية، طبعا المعايير الدولية جعلت لنظام الرقابة الداخلية معيار خاص فيها، طبعا هذا من باب الأهمية والضرورة، الأهمية والضرورة. فمعيار الرقابة الداخلي الدولي رقم 315 بعرف الرقابة الداخلية بأنها عملية مصممة ومتأثرة بالأشخاص والأجهزة وكل أولئك المعنيين بإدارة المنشأة. عملية مصممة ومتأثرة بالإدارة وبالأشخاص المعنيين بإدارة المنشأة، والتي من خلالها يمكن الحصول على تأكيد معقول بأن الأهداف المتمثلة بتحقيق مصداقية البيانات المالية وتحقيق كفاءة وفعالية العمليات المالية وتحقيق الالتزام بالسياسات والقوانين والأنظمة قد تم تحقيقها. يبقى احنا من التعريف بنستنتج انه احنا محتاجين في الشركة او في المؤسسة انه نتأكد انه تم تحقيق الاهداف اللي بتتمثل بتحقيق مصداقية البيانات المالية، ان البيانات المالية التي اعدتها المنشأة تتمتع باستقلالية، وان الادارة العمليات التشغيلية في المنشأة قد اتسمت بالكفاءة والفعالية، وأن الشركة والإدارات والأقسام المختلفة قد التزمت بالسياسات والقوانين والأنظمة. يبقى احنا اللي هو الرقابة الداخلية بتتحقق من ثلاث شغلات: من الجانب المالي أن البيانات المالية مضبوطة وصحيحة وذات مصداقية، الجانب الإداري أنه تم وفق كفاءة وفعالية للأنشطة التشغيلية، أن السياسات والقوانين والأنظمة تم الالتزام بها وتحقيقها في داخل العمل. طبعا هنا بتكلم من أجل يشمل نظام الرقابة الداخلية الخطة التنظيمية للمنشأة. يبقى نظام الرقابة الداخلية بيكون من ضمن الخطة التنظيمية للمنشأة، بيشمل الخطة التنظيمية، لأن الخطة التنظيمية هي إجراء رقابي، إجراء رقابي، وكافة الوسائل والطرق التي تضعها الإدارة من أجل تحقيق أهدافها المبينة أعلاه والمتمثلة فيه. واحد، يبقى أهداف الرقابة الداخلية زي ما احنا حكينا أو استنتجنا من خلال التعريف السابق، الحصول على بيانات مالية ذات مصداقية، الحصول على بيانات مالية ذات مصداقية. قبل بيانات المالية والقوائم المالية هتكون خالية من عمليات الأخطاء وعمليات الغش وعمليات التلاعب، يبقى احنا بدنا بيانات مالية وقوائم مالية عادلة وصادقة وذات مصداقية. الهدف الثاني برضو من خلال التعريف، رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الفعالية، رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الفعالية. طبعا هذا بيتم من خلال أن الرقابة الداخلية حتمنع أو حتحرص على أنه ما يكونش في عندي اللي هو فاقد أو هادر أو إضاعة أو عدم استغلال أمثل للموارد الإنتاجية. الهدف الثالث، تشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية والقوانين والأنظمة والتعليمات اللي بتوضعها الإدارة. في عندي هنا عنوان بيقول لي مسؤولية الإدارة ومسؤولية المدقق. في عندنا مسؤولية، في عندنا طرفين هنا، إدارة الشركة ومدقق الحسابات. إيش بتتمثل أو إيش حدود مسؤولية الإدارة وإيش حدود مسؤولية مدقق الحسابات؟ مسؤولية الإدارة أول شغلة
الإدارة الشركة تعتبر الإدارة مسؤولة عن تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية. تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية بما يمكنها من تحقيق الأهداف المرسومة. بل الإدارة هنا هي الجهة المسؤولة عن تصميم وتشغيل وتقييم نظام الرقابة الداخلية. ليش؟ حتى يمكنها ويساعدها من تحقيق الأهداف اللي ذكرناها عليها، لأنه الحصول على بيانات ذات مصداقية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية والقوانين والأنظمة مصلحة للإدارة بالدرجة الأولى وللشركة بالدرجة الأولى. يقبل بما أنها مصلحة للإدارة ومصلحة للشركة وضرورة وحاجة ملحة للشركة وللإدارة، يقبل الإدارة هي المسؤولة عن تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية حتى يمكن له أن يحقق أهداف الإدارة. هاي بالنسبة لمسؤولية الإدارة. تمثلت مسؤولية الإدارة في بخصوص أو فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية أنها هي الجهة المطالبة بتصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية، ومش حتقف مسؤوليتها على هيك زي ما بنشوف قانون سبانلس أوكسلي أكت اللي هو القانون اللي حطه اللي هو الكونغرس الأمريكي في 2001 عقب الفضائح المالية، وحطوا قوانين عشان اللي هي تضمن فعالية ونزاهة الشركات، فحطوا قوانين تتعلق بالرقابة الداخلية. هذا القانون قانون أوكسلي أكت بيقول إن الإدارة مش بس شغلتها ومهمتها تحط نظام الرقابة الداخلية تصمم وتشغله، لا كمان هي مطالبة كل فترة من الفترات تعمل إعادة تقييم لهذا النظام. إعادة تقييم لهذا النظام ليش؟ لأنه في عندي ممكن يكون يتبين أنه في جوانب نقص أو جوانب ضعف أو قصور، فبالتالي بدنا إيش؟ من خلال التقييم نكتشف مواطن الضعف والقصور وبنعملها عملية اللي هي معالجة. أو ممكن اللي هو إدارة الشركة أو أنشطة الشركة تتنوع وتتنوع وتتوسع وبحدث عليها تطورات، فبالتالي يصبح نظام الرقابة الداخلية اللي كان قبل هيك فعال بدرجة عالية جدا يصبح في بعض الأمور غير مناسبة أو ما تطورش بدرجة تتناسب مع تطور النظم المختلفة والأنشطة وتعقيد العمليات المستجدة في الشركة. فالإدارة كمان مطالبة إنها كل فترة زمنية معينة تعمل إعادة تقييم لنظام الرقابة الداخلية، وإيش بتكتشف فيه جوانب ضعف وقصور بتم معالجته وبتم اللي هي اتخاذ الإجراءات التصحيحية بخصوصها. هاي بخصوص اللي هي مسؤولية الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية. مسؤولية المدقق الحسابات بخصوص أو فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، مدقق الحسابات الخارجي تنحصر مهمته بس في القيام بإجراءات خاصة لدراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية في مرحلة التمهيد للتخطيط. هو مش حيصمم نظام رقابة داخلية لأنه هذا من اختصاص إدارة الشركة، ومش حيشغل نظام رقابة داخلية لأنه هذا من اختصاص الشركة. لكن هنا مسؤولية شو بتنحصر؟ إنه هو إنه بده يجي يعمل خطة التدقيق ويحدد حجم العينات ويحدد درجة اللي هو التوسع في فحص للأنشطة والعمليات المالية. معناته هنا بده يكون فهم أو خطوة أولى بده يكون لديه فهم كافي لنظام الرقابة الداخلية ومدى قوته ومدى كفاءته ومدى اللي هي كفاءته في منع حدوث انحرافات وتجاوزات. وبالتالي المدقق الحسابات حيصمم خطة المراجعة بناء على فهمه وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية، وهو حيعمل عملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة. بده يفهم درجة قوة أو ضعف النظام،
وبالتالي من خلال تقييمه لمدى قوة وضعف النظام حيحدد مخاطر الرقابة اللي بتواجه الشركة، وحيحدد مدى درجة اعتماده على النظام في تحديد حجم الاختبارات الخاصة بالأرصدة والعمليات والعرض والإفصاح. يبقى هو عشان قبل ما يبدأ في اللي هو في اختبارات الرقابة، في الفحص، في إجراء العمليات المتنوعة، في تحديد الدرجة الكافية من العرض والإفصاح، قبل ما يبدأ الشغل لازم يكون أنا وضع خطة التدقيق أو خطة المراجعة، عشان يقدر يوضع خطة التدقيق اللي حدد فيها حجم الاختبارات ونوعية الاختبارات وتوقيت الاختبارات. معناته بده يكون عمل تقييم لنظام الرقابة الداخلية وحدد درجة قوة أو ضعف هذا النظام. طبعا نظام الرقابة الداخلية هو عبارة عن أنظمة مترابطة أو أنظمة فرعية بتشكل نظام الرقابة الداخلية ككل، وبالتالي ممكن تكون أحد الجزئيات قوية جدا وفعالة جدا، وأحد الجزئيات في نظام الرقابة في جانب آخر أو قسم آخر إبها بعض اللي هي جوانب الضعف، فهو حيتناسب أو حيتعامل مع اللي هو القوي حسب قوته والضعيف حسب ضعفه. وإحنا عارفين أنه كل ما زادت درجة الرقابة الداخلية وقوة نظام الرقابة الداخلية بقل حجم الاختبارات أو حجم العينة اللي بده يفحصها مدقق الحسابات أثناء فحصه لا اللي هو حسابات الشركة. والعكس صحيح، كل ما كان في عندي جوانب ضعف وجوانب قصور في نظام الرقابة الداخلية معناته درجة الاعتمادية عند المدقق حتقل، وحيزيد هو من جانب الفحص في تلك الحسابات، لأنه النظام اللي عنده ما بيعتمدش عليه ما بيكفيش، فبالتالي احتمالية يكون خطر غش أو خطر تلاعب أو خطر قصور وارد درجة كبيرة جدا، فبيكون مضطر أنه يزيد من حجم الاختباراته. وزيادة حجم الاختبارات بتترتب عليها زيادة وقت المراجعة وزيادة تكاليف المراجعة، فبالتالي هو من الأصل أنه بده يكون قيم نظام الرقابة الداخلية وحدد مدى قوته وضعفه قبل ما يوافق على قبول تدقيق حسابات الشركة، لأنه بتترتب على نظام الرقابة الداخلية أنه إذا كان ضعيف معناته بده مجهود مضاعف، وقت مضاعف، تكاليف مضاعفة، ومعناته بتطلب من المدقق أتعاب مضاعفة تتناسب مع الوقت والمجهود اللي بده يبذله في الشركة. يبقى وضحنا مسؤولية الإدارة ووضحنا مسؤولية المدقق في في الاتجاه نظام الرقابة الداخلية. في عند المعيار برضو 265 اللي هو الخاص بتوصيل الأمور اللي بتتعلق بنقاط الضعف في الرقابة الداخلية. طيب كان المدقق بيكتشف نقاط ضعف في الرقابة الداخلية، معناته بده ياخذ الكلام هنا بعين الاعتبار في فحصه وفي اختباراته ويزيد حجم الاختبارات. لكن هل هذا الإجراء كافي ولا بقى على واجب المدقق اللي هو أمور أخرى بخصوص توصيل ما وصل إليه أو تقييمه لنظام الرقابة الداخلية لإدارة الشركة ولملاك الشركة اللي هو الجمعية العامة للمساهمين؟ بيقول لي هذا المعيار يبين هذا المعيار بعض المتطلبات التي تتعلق بتوصيل المدقق للخلل، العيب أو القصور في الرقابة الداخلية إلى القائمين بالتحكم المؤسسي والإدارة فيما يتعلق بالتدقيق. هو لازم إيش يخاطبهم بكتاب رسمي لإدارة الشركة وللهيئة العامة المساهمين يخبرهم فيها، أو القائمين بالتحكم المؤسسي اللي هي الحوكمة الشركات والناس القائمين عليها اللي هو بضمه اللي هو من الملاك وبضمه من الإدارة، حتى يقول لهم وين في جوانب ضعف وقصور وبالتالي يتم معالجته. معالجة جوانب الضعف والقصور في مصلحة للطرفين، في مصلحة لإدارة الشركة والشركة، وفي مصلحة لمدقق الحسابات، لأنه إذا الشركة بتعالج القصور وبتزيد من قوة أنظمة الرقابة الداخلية معناته درجة الثقة والإطمئنانية لدى المدقق بتزيد،
وإمكان والعبء الملقى عليه، عبء التدقيق والتكاليف والوقت برضه حيقل، وبالتالي المدقق حيستفيد إنه حيقلل من حجم الاختبارات، وحتكون عنده ثقة ومصداقية عالية بالقوائم المالية اللي بتعدها الشركة. والإدارة حتستفيد إنها حتعالج الضعف والقصور، وبالتالي حتمنع أي محاولات للسرقة أو الغش أو الاحتيال أو التلاعب أو إهدار الممتلكات الخاصة، وسائل استغلال الممتلكات الخاصة بالشركة. فهنا المدقق مطالب بأنه يبلغ إدارة الشركة والقائمين على التحكم المؤسسي بجوانب الضعف والخلل في نظام الرقابة الداخلي. أنواع الرقابة الداخلية في عنا هنا ببينوا لي أو الباحثين الأكاديميين، الغرف الأكاديمي وضح لي وجود ثلاث أنواع للرقابة الداخلية. في عندي أول نوع اللي هو الرقابة الداخلية المحاسبية، اسمها رقابة داخلية محاسبية، وهي بتتعلق بالإجراءات المحاسبية والإجراءات المالية. تهدف هذه الرقابة الداخلية المحاسبية إلى ضمان دقة وصحة البيانات المحاسبية. حنضمن من خلال الرقابة الداخلية المحاسبية دقة وصحة البيانات والقوائم المالية والمحاسبية. ومن الإجراءات التي تضعها الإدارة لتحقيق الرقابة المحاسبية اللي هو تحديد المسؤوليات، الفصل بين الوظائف المتعرضة في القسم المالي بحيث لا يسمح لأي شخص القيام بعملية واحدة من بدايتها حتى نهايتها، اللي هو الفصل بين الوظائف المتعارضة. كيف بنقول الفصل بين المتعارضة؟ يعني بنفعش شخص واحد يجمع في إيده أكثر من شغلة أو أكثر من سلطة. بنفعش أمين الخزينة يكون هو ماسك دفتر النقدية، اللي بده يمسك دفتر النقدية هو غير اللي بده يمسك الحسابات النقدية، عساس إنه إحنا تبنجي نعمل مطابقة بين الرصيد الفعلي والرصيد الدفتري. لو نفس الشخص معناته حيعمل أي تلاعب هان حيغطيه، وبالتالي مش حنقدر نكشف وجود فروقات. لكن لو كانت الماسك الحسابات أو تسجيلات دفتر النقدية غير الشخص المسؤول عن النقدية أو أمين الخزينة، معناته لو في عندي أي اختلاف في النقدية في الخزينة معناته الدفتر حيكشف لي. عدم تطابق الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفتري حيكشف لأي إساءة لاستخدام الأصول النقدية. عشان هيك ممنوع أو بيجوزش في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية، الرقابة الداخلية المحاسبية، إنه الشخص يجمع بين وظيفتين يفترض إنها تكون من اختصاص شخصين مختلفين. فبالتالي المدير المالي غير عن أمين الخزنة، غير عن اللي هو ماسك تجلات النقدية، غير عن اللي هو ماسك اللي هو التدقيق الداخلي. كل شخص بده يكون له مسؤولياته، بحيث إنه كل عمل كل شخص يخضع للرقابة من قبل شخص آخر، وبالتالي بنضمن اللي هو وجود ضبط داخلي. من الإجراءات الثانية اللي هو استخدام طريقة القيد المزدوج. احنا بنستخدم طريقة القيد المزدوج، يعني اللي هو التأثير في طرف حيترتب عليه تأثيرات في طرف آخر، وبالتالي الأمور هذه بتحقق لي اللي هو إيش درجة من المصداقية. استخدام حسابات المراقبة الإجمالية وإعداد موازين مراجعة دورية وإعداد مذكرة تسوية بنك. كل هذه الأمور من إجراءات الرقابة الداخلية المحاسبية. في عندي النوع الثاني من أنواع الرقابة الداخلية اللي هو الرقابة الداخلية الإدارية. طبعاً هذه ما بتتعلقش بالأمور المحاسبية والمالية، أنها تتعلق بالأنشطة الإدارية. بنقصد وبتهدف هذه الرقابة إلى تحقيق الكفاءة الإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية والإجراءات اللي بتضعها الإدارة، زي ما يتعلق بمتابعة أمور الموظفين، متابعة اللي هو تعليمات الالتزام بتعليمات الإدارة والإجازات وكفاءة التعيينات يعني أمور إدارية بحتة ملهاش علاقة بالجانب المحاسبي ولا الجانب المادي.
النوع الثالث من أنواع الرقابة الداخلية اللي هو الضبط الداخلي. الضبط الداخلي عن إجراءات وأنظمة اتضعها المؤسسة بتكون إلها اللي هي فعالية في تحقيق ضبط داخلي، وبالتالي هاي بتكون مكملة للرقابة الإدارية وللرقابة المحاسبية. إيش بنقصد بالضبط الداخلي؟ أو يهدف الضبط الداخلي إلى حماية الأصول، ومن وسائل حماية الأصول كيف بدنا نحمي الأصول؟ من خلال بدنا نهدف من خلال الضبط الداخلي إلى حماية الأصول. من وسائل الضبط الداخلي اللي تضع الإدارة لحماية الأصول اللي تقسيم العمل. تقسيم العمل بحيث إنه كل شخص يقوم بجزئية اللي بتتعلق بعمله فقط. المراقبة الذاتية بحيث يخضع عمل كل موظف لمراجعة من قبل موظف آخر، يعني مثلا في على المستند أو على الكشف معين بتم توقيعه من قبل الشخص الأول لعد، بعد هيك في مستوى أعلى بده يعتمده، بعد هيك في طرف ثالث بده يعتمده، الطرف الثاني مش هيعتمد إلا بعد ما يدقق ويتأكد من صحة العمليات اللي قام فيها الطرف الأول، والطرف الثالث مش هيعتمد إلا يتأكد من صحة الإجراءات اللي قام فيها الطرف الثاني والطرف الأول. يقبلنا على المستند أو على الكشف أو على التقرير بيكون في عدة تواقيع، كل طرف قام بجزئية من العمل بده يوقع عليها ويرفعها للمستوى اللي أعلى منه. المستوى اللي أعلى منه قبل ما يوقع بده يتأكد من صحة المعاملة وعدم مخالفتها للتعليمات والقوانين وصحتها ودقتها ومصداقيتها. فهنا اللي هو إجراء ضبط داخلي. برضو في عندي من تحديد الاختصاصات والسلطات والمسؤوليات. كل شخص له صلاحياته، له مسؤوليات وما بتعداش على صلاحيات ولا مسؤولية طرف آخر. استخدام وسائل الرقابة الحدية والمزدوجة. إيش وسائل الرقابة الحدية والمزدوجة؟ يعني في عندي ناس بتستخدم عهد، يعني أنت بتملك سيارة أو جهاز لابتوب خاص بالعمل، أو اللي هو جهاز اتصال خاص بالعمل، أو اللي هو معدات خاصة بالعمل وبمارس فيها العمل خارج مقرات الشركة، وبالتالي في دفاتر خاصة بإثبات العهد بحيث نضمن أنه كل شخص عنده شغل بيستخدمها، لكن هذه بتعود ملكيتها للمؤسسة، وبالتالي إذا انتهى عمل الشخص بده يعيد العهد، أو لو سرقت العهدة أو تلفت العهدة أو اختفت العهدة، بالتالي هي بتكون من مسؤولية الشخص اللي كان مسؤول عن هذه العهدة. التأمين على الممتلكات الموظفين اللي في حوزتهم عهد، يعني لو أنا مثلا التأمين عندي اللي هو أمين الخزينة بمتلك دائما في الخزينة مبلغ وقدره، بنفعش أجيب شخص وأتمنه على ملايين الدولارات وبالتالي بدون ما يبقى عندي ضمان أو كفالة أو تأمين على هاي الممتلكات. حتى ليش؟ لأنه ممكن لو فيش تأمين عليه أو فيش كفالة عليه أو فيش حد ضامنه، معناته فجأة ممكن أتفاجأ أنه الراجل هذا أخذ الفلوس اللي في الخزينة وصافر فيها ولا طلع ولا ساب الشركة، وبالتالي نكون قد إيش خسارة فادحة اللي أخذ في الشركة. لا، أي إنسان بدك تحطه مسؤول عن عهد بقيمة كبيرة معناته بده يكون في تأمين على هذا الشخص من قبل مؤسسات أو من قبل أفراد على أساس نحافظ على ممتلكات الشركة. مقومات نظام الرقابة الداخلية، في عندي 5 مقومات لنظام الرقابة الداخلية. أول مقوم من مقومات الرقابة الداخلية البيئة الرقابية، يعني الشركة في عندها بيئة، في عندها أنظمة، في عندها تعليمات، في عندها ثقافة، في عندها فلسفة بتحقق بيئة رقابية، يعني هذه البيئة صالحة، يعني الشخص لو شاف حاجة مش مزبوطة بإمكانه يتوجه للجهة المسؤولة. الوضع البيئة العامة والثقافة العامة تمنع وجود اللي هو تجاوز وبتضع حد للتجاوزات المطلوبة. البيئة الرقابية تتضمن وظائف الإدارة والمؤسسين عن التحكم المؤسسي بالإضافة إلى اتجاهاتهم ومواقفهم وتصرفاتهم حيال الرقابة الداخلية. يبقى بيئة بتشجع الالتزام، بيئة بتحارب الفساد، بيئة بتعالج الانحرافات،
وبالتالي بيئة سليمة تصلح لتوفير بيئة مناسبة. طبعا خلينا نتكلم على اللي هو حاجة ثانية، إجراءات فهم الرقابة الداخلية. إجراءات فهم مش مطلوب مني باقي اللي هي المقاومات تاعت نظام الرقابة الداخلية. نشوف إجراءات فهم الرقابة الداخلية. طبعا كيف بدي أفهم أنا الرقابة الداخلية أو مصادر المعلومات؟ طبعا عشان أفهم الرقابة الداخلية إيش الإجراءات اللي بده يقوم فيها مدقق الحسابات الخارجي حتى يتمكن من فهم أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة، حتى يتمكن المدقق من التحقق من إمكانية توفر أدلة كافية مناسبة تمكنه بالتالي. طيب بشكل عام فإن المدقق بشكل عام فإن فهم المدقق للرقابة الداخلية وتقييم المخاطر يخدم المدقق في عدة مجالات. إيش المجالات اللي بيخدمه المدقق فيها؟ بمكن المدقق من التحقق من إمكانية توفر أدلة كافية ومناسبة، بتمكنه من إنجاز عمله، بتمكن المدقق من تحديد الانحرافات المادية المحتملة، بتمكن المدقق من تقدير مخاطر الاكتشاف المخططة، بتمكن المدقق من تصميم الاختبارات التفصيلية للأرصدة بشكل كاف ومناسب. طيب إيش مصادر المعلومات اللي حتمكن المدقق من القيام بفهم الرقابة الداخلية؟ أول حاجة اللي هو بيقول لي مراجعة أوراق العمل السابقة واستخدام حكمه المهني وخبرته السابقة. بدي راجع أوراق العمل من خلال أوراق العمل السابقة سواء له أو للمدقق اللي كان قبله. لو هو أول مرة معناته حيراجع اللي هي أوراق المدقق اللي قبله وكيف كان مقيم نظام الرقابة الداخلية ويستفيد ويبني عليه. لو هو اللي كان بدقق الشركة قبل هيك معناته بتكون العملية بالنسبة له أسهل، لأنه بيكون عنده الشغلة اللي هي سابقة ومفهومة، لكن عليه بس يعمل عملية تحديث لمعلومات، ولو أنه ممكن يكون جد حاجة أو تطورت أنظمة أو حدث تغيير فبالتالي بده يعمل عملية تحديث لمعلوماته. المصدر الثاني بده يقوم بالاستفسارات من قبل موظفي العميل، يعني بده يعمل جولة ميدانية على الإدارة المالية، على المحاسبين، على شؤون الموظفين، على مسؤولين العهد، على مسؤولين الخزينة، على المسؤولين هنا ويستفسر منهم، وبالتالي من خلال إجاباتهم حيقدر يقيم اللي هو أو يفهم نظام الرقابة الداخلية. طبعا في زي ما احنا شايفين في عندي وسائل توثيق وفهم الرقابة الداخلية. كيف بدي يفهمها؟ من خلال اللي هو استبانة، من خلال مقابلات، من خلال اللي هي ملاحظة، من خلال الإجراءات اللي بتمكنه. طبعا هيك بنكون خلصنا اللي هو الفصل السابع الخاص بنظام الرقابة الداخلية.